ظروف صعيبة تعدينا معنا من آخر مباراة لعبناها. كاو عندنا السيزون تاعنا هذه لازمنا نتوجوها بكاس. الحمد لله معنا جينا اليوم رادس لعبنا لتو بور لتو. المباراة تاعنا كاليفيكاسيون تاعنا توجنا العام الباهي اللي عملناه السنة. وتبرهن معنا لي رامب البيجي ماهوش صدفة موجود في النهائي ولا موجود في البلاي أوف. الحمد لله معنا 120 دقيقة صعيبة برشا بعد 20 يوم معنا صايمين في رمضان. معنا الأولاد كل عطات كل ما عندها. الحمد لله معنا ربي ما خيبناش وفرحنا الباجية تو الناس كل تستنى فينا. رجعنا لهم الحلم نتاع التتويج بالكاس بعد 13 سنة. سامحني. صحيح تنجمش ترى مستوى كبير معنا بعد 20 يوم صيام. قلت لك تلعب ماضي ساعة ونص في سخانة 33 درجة. معنا نتصور نحن تونس الدول العربية الكل تلعب بالليل في رمضان وعلاش لا احنا ما نلعبوش بالليل فهمت. دونك ان شاء الله المسؤولين اللي يحطوا في الاوقات بتاع الكوره انه يراعيوا شويه معنا اللاعبين معنا راك تشوف معنا من جهتين كان علينا ولا على كلوب افريكا بالعكس لازم يعاونونا معنا باش نعطيو اكثر ما عندنا ويكون فما ريتم في المباراه فهمت مش كيما اليوم معنا ريتم طايح على الاخر. اشرف نحكيو على باركور. صحيح من اول عام انا ملي كنا بدينا نحضروا عارفين اللي عندنا جمعيه معناها بيا دي كاليتي جوار ميلونج معناها بين جوار صغار وبين جوار خبره بين افارقه يعني معناها ما شاء الله عليهم. دونك عملنا بريباراسيون باهي اللي خلاتنا معناها نكونوا بيرفورمون على سيزون كامله. زاد كيف كيف الجمهور الباجيه معناها ديما موجود في لونترينمون ديما يدز مع جمعيته. كل ماتش نلعبوه في بلادنا ديما نلقاو جمهور غفير وكي ديبلاسيو زاد كيف كيف. ومعروفه باجا يعني بتاريخها عندها تاريخ سيرتو في الكاس. ان شاء الله احنا السنه نرجعوا المجد نتاع الفريق ان شاء الله. وعلاش لا ما نتوجوش بالكاس ونفرحوا الناس الكل. من اول عام انا ملي كنا بدينا نحضروا عارفين اللي عندنا جمعيه معناها بيا دي كاليتي جوار ميلونج معناها بين جوار صغار وبين جوار خبره بين افارقه يعني معناها ما شاء الله عليهم. دونك عملنا بريباراسيون باهي اللي خلاتنا معناها نكونوا بيرفورمون على سيزون كامله. زاد كيف كيف الجمهور الباجيه معناها ديما موجود في لونترينمون ديما يدز مع جمعيته. كل ماتش نلعبوه في بلادنا ديما نلقاو جمهور غفير وكي ديبلاسيو زاد كيف كيف. ومعروفه باجا يعني بتاريخها عندها تاريخ سيرتو في الكاس. ان شاء الله احنا السنه نرجعوا المجد نتاع الفريق ان شاء الله. وعلاش لا ما نتوجوش بالكاس ونفرحوا الناس الكل ان شاء الله. والله ما عندناش حتى عادي معناها اي فريق باش يجينا ما عندنا حتى مشكل غدا نتفرجوا ونشوفوا بطبيعته. الفينال مازال معناها في ماي دونك كذا فينال باش تلعب حتى كونتر ريال مدريد باش نلعبوا فينال ما يقلقناش فهمت. ان شاء الله نكونوا موافقين ونكونوا حاضرين ان شاء الله منا لك الوقت.